السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وفي حلقة ليلة من برنامج زوايا الحدث سنناقش المستجدات العسكرية وأثرها على المسار السياسي. إذن مشاهدينا، تطورات كثيرة طرأت على المشهد اليمني، لعل أخطرها يتمثل في التصعيد العسكري الأخير للميليشيا باستهداف العمق السعودي بصاروخ من نوع سكود، وهو ما يرى فيه البعض منعطفا جديدا في مسار الحرب، والذي سيلقي بظلاله على العملية السياسية والمبادرات المطروحة مؤخرا من قبل المبعوث الأممي. التصعيد الأخير لقي استنكارا كبيرا وواسعا من قبل المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون، حيث اعتبرته تهديدا مباشرا لمقدسات المسلمين، في حين توعد الناطق باسم التحالف العربي اللواء أحمد عسيري بالرد على هذا التطور، مؤكدا بأن الحدود السعودية لن تكون ضمن المشاورات كما يريده تحالف الانقلابيين. التصعيد الأخير وتبعاته العسكرية والسياسية سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسنناقشه في محورين: ما أثر هذا التصعيد على مستقبل العمليات العسكرية في اليمن، وهل سيشكل منعطفا جديدا في مسار الحرب، وما هو مستقبل العملية السياسية بعد التصعيد الميداني، وإلى أي مدى سيؤثر على خيارات الأطراف المختلفة باتجاه السلم أو الحرب. مشاهدينا، لكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير، وبعدها سنعود لبدء النقاش. انحراف آخر في المسار يوشك أن يأخذ الحرب إلى مدى أبعد كما تشير بعض التقديرات. المسار الذي ترسمه صواريخ ميليشيا الحوثي والمخلوع بات أكثر وضوحا وتأثيرا في تفاصيل الأزمة اليمنية، مما يفعله المبعوث الأممي وتحركاته الرامية للتوصل إلى حل سياسي. فبعد أن كان النقاش محتدما حول خطة ولد الشيخ بنسختها غير المؤكدة والتي تسربت خلال اليومين الماضيين، جاء الصاروخ الباليستي الذي اطلقته الميليشيا باتجاه العمق السعودي ليعيد النقاش وربما الحرب برمتها إلى نقطة البداية. التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية أكد أن دفاعاته اعترضت صاروخا باليستيا على بعد 65 كيلومتر من مكة المكرمة، ويعد هذا ثاني صاروخ تطلقه ميليشيا الحوثي والقوات التابعة للمخلوع ويستهدف العمق السعودي خلال أكتوبر الجاري، حيث سبق وأن أطلقت الميليشيا صاروخا في التاسع من الشهر على منطقة الطائف، وهو ما دفع المتحدث باسم قوات التحالف إلى توعد الميليشيا وداعمها، مؤكدا على ضرورة قطع ما أسماه ذيل الحية التي تستهدف مقدسات المسلمين حسب قوله، مجددا اتهم إيران بمساعدة الميليشيا وتدريبها على إطلاق هذه الصواريخ وزيادة قدراتها لتصبح قادرة على ضرب أهداف داخل العمق السعودي. وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي أكد أن هذا التصعيد من قبل الميليشيا يثبت أنهم ليسوا سوى أداة في يد إيران تستهدف اليمن وأشقائه، وأن الميليشيا تعمل على جر المنطقة إلى حرب إقليمية، فيما الردود المستنكرة من قبل الدول العربية والإسلامية والداعمة للسعودية تشير لأن الحرب دخلت منعطفا جديدا، وأن مبررات استمرارها أكبر مما يقدمه المبعوث الأممي من حلول لإنهائها. ويرى مراقبون أن استهداف مكة المكرمة بما لها من مكانة رمزية يفتح الطريق واسعا نحو العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى، مع بقاء الهدف نفسه وهو تجريد الميليشيا من الصواريخ البالستية التي يمكن أن تهدد الأمن الإقليمي ودول الجوار. فيما يبدو أن المسار السياسي الذي يقوده ولد الشيخ ويدعمه المجتمع الدولي سيدخل مرحلة من الجمود وعدم الفاعلية. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا من الرياض اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، مرحبا. أهلا بك سيادة اللواء. يعني بداية، لو تحدثنا عن أثر هذا التصعيد العسكري من قبل الميليشيا على سير المعارك في الجبهات. هي بيئة الأوراق كما تقول الأخيرة يرموها مش على الخصومين، على مكة. نعم. وليس على الجيش الوطني، على مدرسين في مدارس تعز، في مدارس مأرب، وليس على الجيش الوطني والمقاومة في تعز، بل على أحياء سكنية. هذه هي الرسائل والأوراق الأخيرة يحرقونها أمام الدنيا. نعم. المبادرة الأخيرة التي قدمها الأستاذ إسماعيل والشيخ أحمد أعطت الحوثيين ما لم يكونوا يحلمون به، وهي بمثابة شرعنة للانقلاب واستهداف مباشر لرأس الشرعية وجناحي الرئيس الحكومة والنائب. يعني
بشكل واضح يعني ما مش فيه يعني احتمالات يعني. ومع هذا ورغم انهم قالوا سيدرسوا هذه المبادره الا انهم يعني كانوا قد يعني كانوا يعني في صبيحه تسلم المبادره كانوا يردون عليها بمحاوله قصف مكه المكرمه. وعندما يكذبون في بيانهم انهم كانوا يستهدفون جده فنقول لهم لماذا اسقط الصاروخ بعد ان تجاوز جده؟ لن يسقط فوق جده ولا على مقربه منها يعني. نعم. فهذه معروف على العموم يعني اثبتوا بجداره واقتدار نشهد لهم به انهم يعني يستطيعون ان يفشلوا اي مفاوضات او اي محاولات لاستعاده السلام في اليمن. اي جهد وطني او انساني او قومي او اقليمي يستهدف اعاده السلام في اليمن هم يستطيعون بجداره ان يفشلوه وقد فعلوا منذ موزمبيق وحتى الان. لذلك لا تستغرب من ان يستخدموا مثل هذه الصواريخ المدمره على اهداف مدنيه. نعم ولكن سيادة وهي ايضا يعني نعم. ترجمه لاحاسيس داخليه عندهم بعد هزائمهم المنقره في الجو وصعده ومعرب ومحافظه صنعاء في ضرب اثنين وفي تعز في تعز المدينه وتعز الحجريه في حيفان وفي الوازعيه وغيرها يعني. نعم ولكن سيادة اللواء يعني نعم سيادة يعني اللواء يعني هناك هزائم منكرة يعني بالفعل ولكن هناك رسائل واضحة يعني هذه ما تم يوم أمس هي رسائل واضحة ونوايا مكشوفة. يعني ما الذي ينتظره التحالف والجيش الوطني والمجتمع الدولي من مبادرات يعني لعل الأمور واضحة باتت أمام الجميع؟ أنت تتحدث أو تتساءل عن ما تنتظره دول ومؤسسات. الجيش الوطني مؤسسة للدولة الشرعية تنصاع وتنقاد للرئيس هيئة الأركان العامة للنائب القائد الأعلى للقائد الأعلى تنصاع نعم. القيادة السياسية والعسكرية الشرعية دولة تعترف بها الدنيا وهي تعلن أن خيارها هو السلام. الخيار الأول هو السلام والتحالف دول فلا يمكن أن تكون مواقفهم مواقف ميليشيات انقلابية هدفها النهب والسرقة والثروة والتحكم في عباد الله وإشاعة الفوضى والقتل والدماء وتبني شعارات غير وطنية وأهداف غير وطنية وممارسة طرح عنصرية على المرأة ومسمع من الجميع. هناك فرق يعني لا تقول ما الذي تنتظره الشرعية والتحالف والجيش الوطني حينما يعرض العالم والمجتمع الدولي على الدولة الشرعية في اليمن مشروع سلمي لا يمكن إلا أن يقبل به يعني طبعا لكن في حدود المرجعيات المتعارف عليها ثلاثة المرجعيات الرئيسية المبادرة الخليجية وآلية الترويج المزمنة مخرجات الحوار الوطني القرارات 28 والقرارات الأممية ذات الصلة. في إطار هذه المرجعيات التي صاغتها الدنيا الكرة العربية ممثلة في الأمم المتحدة وفي الدول الوطن العربي مثل الدول العربية ودول الخليج العربي هذه المرجعيات يعني نحن في مؤسسة الدولة الشرعية نحترمها ونقدرها ونناضل من أجل تنفيذها. ما عداها يعني أو أي مبادرة تخرج عن هذه المرجعيات بالتأكيد هي يعني أو حتى تمس الترتيب أو التراتب المنصوص عليه في قرار الأممي مرفوضة جملة وتفصيلا. نعم ولكن يعني يعني انت تحدثت سيادة اللواء عن ان الحكومة تحترم يعني انت هي تتعامل كدولة بينما الطرف الاخر يتعامل كميليشيا لكن انتم تمدوا يد السلام لمن لا يرغب بالسلام اصلا. ولكن هنا السؤال ايضا يعني هناك تصعيد عسكري وتطور ملفت حدث خلال يوم امس يعني هل هذا التصعيد سيواجه بذات التصعيد ايضا على الارض ام ماذا؟ هذا هو الفرق بين المؤسسات وبين المؤسسة والدولة الدولة المؤسسة والعصابات. لكن يعني حينما نقول أن الدولة الشرعية ومؤسسة الدفاعية والأمنية يعني يختاران طريق السلام هذا الاختيار للسلام يعني هو يأتي وفق موقف واضح
من استعادة الشرعية، والذي ينبغي أن يتم عبر الخيارين: السلام الذي نسعى إليه بقوة، والقوة العسكرية. لا تنسى أننا حينما نقول نحن نوافق على السلام، ننصاع للسلام، نريد السلام، نقول هذا وأيدي جنودنا والمقاومة على الزناد. أي مخالفة أو تجاوز أو طموح باستغلال هذه الهدنة أو هذا أو محاولة السلام لتحقيق مكاسب على الأرض يواجهها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بقوة وبعنف وبإرادة وباقتدار، ويهزمها هزيمة نكرة. نعم، يعني اليوم بعد مرور يعني هذه الفترة من الحرب، الميليشيا تصل إلى العمق السعودي، كيف تقرأ المشهد؟ ايش تقصد بالعمق السعودي؟ يعني عبر الصواريخ البالستية؟ يعني الصاروخ البالستي الذي يعني تجاوز الحدود ووصل إلى العمق. هذا طبعا الصاروخ البالستي يمكن أن يصل إلى ما هو أبعد من المملكة العربية السعودية، ايش المشكلة يعني؟ وهو سلاح الضعفاء، سلاح المنهارين والمهزومين على الأرض، يستخدمون هذه الأسلحة بعد أن يعني ذاقوا مرارة الهزائم في الجو، في مأرب، في محافظة صنعاء، في نعم يعني فرض اثنين، في شاروفي. وإذا ما تكرر استخدام هذا السلاح، يعني كيف سيكون المشهد سيادة اللواء؟ في غيرها. وإذا ما تكرر استخدام هذا السلاح، يعني كيف سيكون المشهد خلال بعد هذه الفترة من الحرب وخلال القادم؟ هذا المشهد أصلا قد تم الرد عليه. الصواريخ على الصاروخ الذي أطلقه واستهدف مكة المكرمة أسقط في الجو، يعني تم إسقاطه ما بين مكة والمدينة، يعني ما ليس في هذا شك يعني. وأي محاولة على الاعتداء يرد عليها بمثلها، يعني ما فيش لا أحد يعني يسكت أو يتخذ موقفا سلبيا أزاء اعتداء الانقلابيين. نعم، يعني سيادة اللواء هناك نية لمواجهة هذا التصعيد، يعني عبر المواجهة الميدانية على الأرض يعني خلال الفترة المقبلة، أم أن الوضع سيتم ثابت كما هو عليه الآن في ظل انتظار ما ستتوصل إليه الأمم المتحدة في الدعوة يعني لتثبيت هدنة ومن ثم يعني استمرار العملية السياسية؟ تقول هذا الكلام، تتساءل هذا السؤال وكأنك لم تسمع أن هناك عمليات في فرض اثنين منذ 3 أيام، وأن هناك انتصارات للجيش الوطني، وأن الجيش الوطني حقق انتصارات في عز السواع خلال اليوم الماضي، وأن الانقلابيين هزموا في تعز، في حيفان، في الوازعية. لا يعني العالم معارك شغالة وهم يهزمون كل يوم. لكن يعني هو سيادة اللواء، المعارك التي نعرف أنها شغالة ومنذ أشهر لكنها تراوح مكانها سياسة اللواء، يعني لا يوجد يعني شيء يثبت على الأرض بحيث أنه يشعر هذه الميليشيا أن هناك تقدم أو أن هناك تغير كبير في المعادلة على الأرض، يعني في مسألة نهم، في جبهات أخرى ما زالت المواجهات تراوح مكانها. بل هناك تقدم. من قال لك أن هناك مراوحة؟ يعني الانتصار اللي حصل في سرواح وقطع الطريق ومحاصرة هيلان والمشجع وجبهة المخدرة، تقدم الأخير الذي حصل في الجو في والسيطرة على الغيل، التقدم الذي حصل في صعدة، سيطرة على البقع، هذه كلها ما ليست تقدمات على الأرض. كأنكم لم تسمعون شيئا. في فرض في نام منذ يومين هناك مواقع جديدة تم استعادتها، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لا تقرؤون المشهد من السطح. الجيش الوطني واجه بضغوط حادة كبيرة، الحكومة الشرعية، الدولة الشرعية الإيرانية تواجه بضغوط دولية، طبعا خطوط حمراء أمام تقدمه، تفرض على الدولة الشرعية أن لا تتقدم، بل تفرض عليها الذهاب إلى المحادثات السلمية رغم أن الحوثيين يرفضونها ويفشلونها في كل وقت. الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأخرى، الأمم المتحدة يضعون خطوط حمراء بوضوح شديد أمام الجيش الوطني هنا، بل يعني أن دول التحالف وفي المقدمة من المملكة العربية السعودية تتعرض لهذه الضغوط، لمثل هذه الضغوط الدولية. إحنا لا تلوموا الجيش الوطني، الجيش الوطني يستطيع أن يحقق انتصارات حاسمة وسريعة وفاعلة. لكن هذه الضغوط سيادة اللواء، الضغوط التي ذكرتها التي تمارس ضد الدولة وضد التحالف العربي، يعني
في ظل هذه المستجدات وايضا التحول في مسار الحرب، يعني الى متى ستظل هذه المواقف التي تقف حائل امام الدوله وامام التحالف في حسم المعركه؟ اذهب بسؤالك هذا الى الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا غيره، الفريق الركن علي الاركان عرض علي محسن صالح. اذا نشكرك جزيلا سياده اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن سينضم إلينا الآن السيد نجيب غلاب. سيد نجيب هل أنت معنا؟ نعم، أهلا وسهلا بك ومساء الخير والعافية. أهلا سيد نجيب، يعني بداية لو بدأنا معك من العملية التي حدثت مؤخرا التي قامت بها الميليشيا بإطلاق صاروخ، وكان هذا من المحتمل أن يستهدف مكة المكرمة، ما التبعات لهذا التصعيد؟ أولا الحركة الحوثية في وعيها مسألة مكة محدد أساسي في إدارة الصراع، ونتذكر أثناء دخولهم صنعاء أنهم حددوا مكة كهدف ثاني، يعني هدف عسكري. هم الآن ينفذوا الأجندة الإيرانية فيما يخص مسألة إثارة، يعني تطويل الصراع وأيضا تعميقه من خلال استهدافهم يعني مكة، وهذا الاستهداف لا هدف وراءه يعني كما تعتقد إيران إلا إشعال المعركة واستمرارها. وبالتالي هم اليوم الحركة الحوثية وإيران من خلال هذا العمل يعني لا يستفزوا فقط اليمنيين ولا السعوديين، وإنما يستفزوا العالم الإسلامي كله. هذا العمل الغبي يعني من خلال استخدام صاروخ ومحاولة استهداف مكة عبر الصواريخ البالستية، يعني أعمال أنا أعتقد أنها أعمال يعني مقصودة ومتعمدة، هي ليست يعني مغامرات أو مغامرات، وإنما هي مبنية على مخططات أساسية، لأنه هدف الحركة الحوثية الأساسية ليس الوصول إلى سلام ولا هدف لها فيما يخص مسألة إنقاذ الشعب اليمني. نعم. هي رسالة واضحة أن الحرب هي خيارنا الوحيد، وسنستمر في هذه الحرب مهما كانت نتائجها على الشعب والمجتمع والدولة اليمنية. نعم، ولكن سيد نجيب يعني مسألة الصواريخ البالستية صارت باتت يعني شبه يومية، يوم صواريخ تضرب على مأرب ويوم على السعودية وغيرها، بينما الدولة والتحالف العربي كما يؤكد اللواء أيضا محسن خسروف أنها محكومة يعني بالمجتمع الدولي الذي يقف حائل أمام أي تقدم عسكري أو توجه في اتجاه حسم المعركة على الأرض. يعني كيف سيكون يعني خيارات الحرب والسلم، هل ستتغير في القادم؟ وهذه الدول التي تقف حائل أمام حسم المعركة هل ستغير من مواقفها أم ماذا؟ ما أعتقد أنه يعني المنظومة الدولية يعني هي رؤيتها بشكل أو بآخر مراهنة على فكرة الحل السياسي، لأنه يبدو لي أن لديهم غموض ورؤيتهم غير واضحة فيما يخص طبيعة الصراع الموجود في اليمن، وبالتالي مواقفهم يعني ليست واضحة بشكل أو بآخر. سنجد أن مواقفهم أقرب إلى الحركة يعني إلى رؤية الحركة الحوثية فيما يخص مسألة يعني أنه فرض هيمنة وسيطرة كاملة لصالح الميليشيات، والدليل من خلال الرؤية المسربة، وكأنها يعني أقول لك وكأنها أفضل الخيارات التي تنفذ البيان الدستوري أو ما يسمى بالبيان الدستوري. وبالتالي أنا أعتقد أنه مسألة التحركات الميدانية هذا تعتمد على الـ على 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 الجانب الشرعي، يعني ليسوا مضطرين أن يعني أن يخضعوا ولا أن يستمعوا للرؤية الدولية، لأن رؤية اتضحت أنها بشكل أو بآخر ماسكها العصا من الوسط، وليست وهي نوعا ما متحيزة بشكل أو بآخر لأطراف الانقلاب، بالذات لأنهم راضخين لفكرة الرؤية الأممية. الرؤية الأممية لا يمكنها أن تفكر إلا بهذه الطريقة. نعم. علينا أن نفكر نحن بما يحقق أهدافنا من خلال تفعيل الأعمال العسكرية في الميدان، لأنه لنا سنة ونص يعني وهناك إعاقات كثيرة فيما يخص مسألة تحقيق إنجازات على مستوى الميدان. لابد من تفعيل الجبهات، والجبهات لديها القوة الكافية للتحرك، عليها أن تتحرك
ولن يكون واي وان تقاوم اي ردود فعل من المنظومه الدوليه. نعم، اذا رئيس منتدى الجزيره العربيه للدراسات السيد نجيب غلاب كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. سينضم الينا ايضا من الرياض الخبير الاستراتيجي السعودي اللواء محمد القبيبان. سيد محمد او سياده اللواء، مساء الخير. يا اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا بك سياده اللواء. يعني لو بدانا من قراءه للتصعيد الاخير من قبل الانقلابيين، وما هي الاثار الميدانيه والعسكريه المترتبه على هذا التصعيد؟ ما في شك انه هذا يعتبر تصعيد خطير. يعني انت لما تتكلم سيدي الفاضل على اطلاق صواريخ تجاه اماكن مقدسه وتجاه العمق الاستراتيجي للمملكه العربيه السعوديه، وتحاول ان تستهدف أماكن محرمة دينيا حتى على دخول بشر لها، فما بالك باستهدافها بهذا النوع من الصواريخ. هذا هو يعتبر يعني تصرف، اسمح لي في هذا الكلمة، تصرف أرعن، ويدل على أن هنالك لا يوجد فهم عسكري، ولا يوجد هنالك أمامك سوى جماعات انقلابية. ما تهدف إليه هو فقط ترويع المواطنين، ترويع القادمين لأداء العمرة، فقط بلبلة إعلامية. ولكن ولله الحمد، وكما يعلم الجميع، بأن قوات الدفاع الجوي في قوات التحالف استطاعت التصدي لهذا الصاروخ وإسقاطه. هذا أولا. الشيء الثاني، هذه الجماعات أو هذه الجماعات الانقلابية، نعم، ما بدأت تعمل هكذا إلا عندما رأت أن المجتمع الدولي أغفل تمام الإغفال الصراع اليمني اليمني، ولم يؤخذ بمحمل الجد. يعني جميعنا رأينا وحضرتك معنا نشوف هنالك تحركات، وليست بالتحركات المطلوبة أو التي يجب أن تصل إلى مستوى الحدث، سواء من قبل معالي وزير خارجية الأمريكي أو سواء من قبل معالي وزير خارجية البريطاني. نعم. وإنما هنالك محاولات تهدئة. أنا لا أعتقد أن هذه التهدئة يعني بمستوى ما يحدث في اليمن. نعم. سيد محمد، يعني هو ولو قاطعتك هنا، التصعيد الأخير هذا الذي حدث يوم أمس، يعني المبادرة الأخيرة التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي كيري، هل ما زالت ملزمة للتحالف العربي؟ يعني من البداية أستاذ الفاضل، يعني احنا الغلط، وأنا شخصيا أرى عندما نتحدث مع جماعات انقلابية أو جماعات متمردة أو جماعات خارجة عن النظام، هذا هو الخطأ بعينه. لذلك الآن أصبحوا يملكون القوة السياسية أكثر من مما نحن نملك كقوات شرعية وكقوات تحالف. مبادرة معالي وزير الخارجية الأمريكي، صراحة أنا لا لم أطلع عليها، ولكني أنا أقول بأن المجتمع الدولي بقيادة الأمريكان وبقيادة البريطانيين مع قوات التحالف، يعني خاصة قوات التحالف، عملت ما تستطيع عملهم بالقوات الشرعية، ولكن المجتمع الدولي أغفل الجانب السياسي بشكل كبير، وتوقع الجانب المجتمع الدولي بأن هذه الجماعة سوف يتم القضاء عليها، ولم يحاول المجتمع الدولي أن يوقف مصدر إمداد السلاح لهذه الجماعة، ولم يحاول المجتمع الدولي بأن يؤشر بأصابعه إلى الجماعات التي تدعم هذه الجماعة. لذلك هذا الصراع وما يقوم به خلينا أقول لك المجتمع الدولي لا يتواسى مع بعض أو لا يتوازى مع بعض. نعم. إنما هنالك كلمات لا أعتقد إنها يعني ترتقي إلى مستوى الصراع، وإنما هنالك محاولة تهدئة خجولة، أنا أسميها محاولة تهدئة خجولة. نعم. الإصابات التي تعرضت لها البوارج الأمريكية، وتحدثنا مع حضرتك قبل كذا، لم يكن مأخذ جد من الجانب الأمريكي. نعم. في 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 التعاون مع قوات التحالف لإيقاف هذه الجماعة. والأهم من هذا كله، المجتمع الدولي سيدي الفاضل إذا لم يتكاتف لإيقاف هذه الجماعة والجماعات التي تدعمها، سوف يكون الثمن غاليا. نعم، ولكن اللواء سيد محمد، يعني اللواء محمد عسيري المتحدث باسم التحالف توعد برد قاسي، يعني برأيك كيف سيكون هذا الرد في ظل أن التحالف وأيضا القوات الشرعية اليمنية محكومة أو مضغوطة بضغوط من قبل المجتمع الدولي في إحراز أي تقدم؟ هذه نقطة جوهرية، لأنه لابد من عمل عسكري ممنهج، وعمل عسكري يعني يثبت للعالم الأجمع بأنه قوات التحالف مع القوات الشرعية قادرة أن توقف هذه الجماعة. لذلك أنا أقول لك أنه العمل العسكري الذي توعد به سعادة اللواء عن
مستشار وزير الدفاع السعودي سوف يعني سوف تكون هنالك ضربة قاسمة للحوثيين خاصة في منطقة صعدة، وهذه المنطقة منذ بداية الصراع ركزنا على أن يجب أن تدمر كافة القوات العسكرية التي لدى الحوثي، لأن هذه منطقة قريبة من الحدود، ولا يخفاك ولا يخفى السادة المشاهدين هذه الصواريخ بدأت تصل إلى العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، فأنا أتوقع أن سوف يكون هنالك حملة جوية نشطة لتدمير ما إمكان تدميره. ومع احترامنا للمجتمع الدولي، إذا المجتمع الدولي لم يتفهم بأن هذا خطر للعالم الإسلامي أجمع، على العالم الإسلامي أجمع وليس على المملكة العربية السعودية، لأن هنالك مساس بالمقدسات، فلن يردع قوات التحالف من القيام بعمليات عسكرية ممنهجة لتدمير كافة القوى العسكرية التي لدى القوات الانقلابية في صعدة ومن ثم التوجه. لكن سيادة اللواء، يعني كيف تفسر ظهور هذه الصواريخ بعد هذه الفترة المقطوعة من زمن الحرب منذ بدئها، وخصوصا يعني مع تداول أخبار حول مشروع اتفاق أممي جديد؟ يعني الصواريخ دي أنا ما أقول لك أنها تهربت، خاصة الصواريخ بعيدة المدى، لأنها هي ليست بالصغيرة، يعني صعب تهريبها، حتى لو زي ما ذكر بعض الأخوان بأنه يعني تم تفكيكها وتم تهريبها، أنا لا أعتقد بهذه السهولة، إنما هي موجودة لا يخفاك، يعني من 2005 والجماعة الانقلابية بالتعاون مع الإيرانيين وبالتعاون مع حزب الله وبالتعاون مع الميليشيات العالمية الأخرى، وهي تجهز نفسها لهذا اليوم. لذلك أنا أقول لك هذه موجودة ويتم إخفاءها، هو ليس بالسهولة إخفاءها، وهي أيضا من ضمن أسلحة الجيش اليمني المنهوبة. هذا شيء يعني ما في شك، ولكن أيضا كذلك أقول لك أنه قد تم أيضا يعني تخزين هذه الأسلحة في أماكن صعب الاكتشاف، يعني المنطقة يعني جغرافيتها جدا صعبة، المنطقة سهولة إخفاء الصواريخ في كهوفها، لا تحتاج يعني تقنية عالية، لأنها هي لا تحتاج، أولا الأجواء في اليمن تساعد على إخفاء الأسلحة لأن هنالك ليس حرارة عالية ولا يوجد برودة عالية، هذا ما في شك. ولكن أنا شو بقول لك على أنه هذه الصواريخ، يعني الخطر تأتي في ماذا سيدي الفاضل؟ الخطر بأن هذه الصواريخ من النوع القديم وليس لها أي نوع من الدقة، فعندما تنطلق بإذن الله سوف يتم إسقاطها، ولكن لا سمح الله لو لم يتم إسقاطها فهي أين سوف تتجه؟ لا تتجه إلى مواقع استراتيجية أو مواقع حيوية، إنما نعم تتجه بالفعل قد يعني تستهدف مدنيين ويعني تتسبب بكوارث. ولكن بسؤال أخير وبإجابة مختصرة، يعني سيادة اللواء، يعني في حال تمت تسوية سياسية في اليمن وتضمنت مشاركة الانقلابيين في السلطة كما يسعى المجتمع الدولي، برأيك ما هو الخطر المترتب على ذلك في ظل ما يتم تداوله من حديث عن تسوية أقل ما يمكن القول عليها منقوصة؟ نحن لنا ثلاثة أهداف لنا ثلاثة أنظمة يجب أن نتبعها، ونترك هذا للأخوة السياسيين يحللون أكثر، ولكن من وجهة نظري التي أنا أعتقد أنه يجب أن نستمر مع 2216 مخرجات الحوار الوطني وما تم عن دول مجلس التعاون، هذه الثلاث مخرجات الرئيسية، إذا تمت التسوية خارج هذه التسوية فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي يعني لا يريد أن ينهي هذه الأزمة بسلام، وإنما يريد لها الاستمرار، ونحن جاهزين للاستمرار. أشكرك الخبير الاستراتيجي أشكرك الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. وفي الختام أيضا لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، وأيضا أشكر رئيس منتدى الجزيرة للدراسات والأبحاث السيد نجيب غلاب، وأيضا مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى. أترككم في رعاية الله.